علامات في السينما المصرية لنجوم مصريين يعني غدروا مبكرا؟ يعني كنا بنتكلم عن علاء ولي الدين من شوية، والنهاردة بنتكلم عن ذكرى ميلاد واحد من أهم علامات الكوميديا في تاريخ السينما المصرية، الممثل النجم الضيف أحمد اللي بدأ حياته الفنية في فرقة ثلاثي أضواء المسرح مع سمير غانم ومع جورج سيدهم. ده طبعا رغم عمره الفني القصير، الا ان احنا بنلاقيه ساب بصمه كبيره في كل الافلام اللي قدمها، خفه دمه وادائه البسيط اللي بيوصل لقلوب الناس. النهارده في ذكرى ميلاد الضيف احمد، تعالوا مع بعض نتابع تقرير عن اعماله. تحل اليوم 12 من فبراير ذكرى ميلاد الكوميديان الضيف أحمد، الذي قدم أعمالاً كوميدية راسخة في أذهان الجماهير رغم أعماله القليلة، لكنه استطاع أن يجذب انتباه الجمهور له، واستطاع بخفة ظله وحسه الكوميدي أن يحفر اسمه في قلوب محبيه. ولد الضيف أحمد في 12 من فبراير عام 1936 في مدينة تما الأمديد بمحافظة الدقهلية، وتخرج من كلية الآداب قسم اجتماع عام 1960. بدأ الضيف أحمد حياته الفنية كأحد أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح بالاشتراك مع سمير غانم وجورج سيدهم، وظهرت موهبته في التمثيل وهو لا يزال طالباً، وحصل حينها على عدة جوائز عن الأدوار التي أداها على مسرح الجامعة، بالإضافة إلى إخراجه لعدة أعمال من روائع المسرح العالمي. دكتور المغص الحقني يا أخويا المغص. ثلاثي أضواء المسرح كانت سبب الشهرة الكبيرة التي وصل إليها بعد أن قدم من خلالها عدة سكتشات غنائية ومسرحيات كوميدية، أشهرها طبيخ الملايكة، كل واحد له عفريت، وزيارة غرامية. قدم الضيف أحمد العديد من الأفلام الناجحة التي لفتت الانتباه إليه من الجماهير، حيث قدم ما يقرب من 40 فيلماً، من أبرزها القاهرة في الليل وآخر شقاوة والمشاغبون ومراتي مدير عام. ما تعرفيش قد ايه انت وحشاني. ايه الحلاوه دي؟ الارنب استوى خلاص، باين عليه كان ابن ناس. روح هات المحشي المحشي وصبيحه الطرشي الطرشي وما تتلكعش. وقام الضيف احمد بالتاليف ايضا، حيث كتب قصة فيلم ربع دستة أشرار الذي شارك فيه كبار النجوم من الفنانين مثل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي وشويكار بمشاركة الفنان سعيد صالح. وكان آخر أعمال الضيف أحمد مسرحية الراجل اللي اتجوز مراته، والتي تم التوقف عن تقديمها بسبب وفاته، حيث توفي عام 1970 وهو لا يزال في منتصف الثلاثينيات من عمره. شد الشبكة، قطعوا الشبكة، شالوا الشبكة وفيها عصام